السلام عليكم. فيديو تاع اليوم مخصص لمسابقة اليوتيوبر اللي نظمتها بودكاست عربية. خويا العزيز عندك الباك ماشي حاجة واعرة، انت واش طارتك وان شاء الله تنجح وتفرح يماك. جامي تسمع اللي حبوا يديروا بينك وبين الباك النميمة، باسكو هما في حياتهم ماشي دارين لها قيمة. انت اتعب وخلي ربي سبحانه يتولى المهمة، ودير في بالك باللي راح توصل للقمة. اسجد وزيد اسجد حتى تشوف الناس فرحانة بيك وتقول مزيا اللي قريت ونجحت وراح نخرج من لافريك. الباك ايه حكاية طويلة من سبتمبر وتتحارب باش تفرح وتنجح. جميل تلقى لي يقول لك رابح، روح رانا معاك خويا حتى تفرح. في هذه الحياة كاين زوج انواع من الناس، كاين اللي ينوض بكري من اجل النجاح وكاين اللي يحلم بالنجاح، وانت خير وين تكون من بين هادو الزوج حلول. منين داك النوم باللي ربحت الباك بصح نسيت باللي احلامنا في البلاد هذه مجرد اوهام. والله غير يا خوتي الباك معادله سهله مادام ربي عطانا عقل واقلام. تقرا تجيبو، ما تقراش ما تجيبوش، هذه هي ربي ما يظلمكش. بصح دائما تفكر هذاك التلميذ الزوالي اللي يحب يقرا مالغري الميزيريه اللي يرقد وينوض بها. وانت رابح اقعد مضيع قرايتك وسهران مع اصحابك ضيع في الوقت وتبع طريق الاهلاك. سامحيني يا الميمة، الباك دار لي مشكل في راسي، جامي فرحتك ولا جامي هنيتك. بصح ديسيديت نتعب ونقرا وعرفت باللي من غيري ما كاش لي يرسم لك في وجهك الضحكة. تخيلوا معايا نهار النتائج، تدخل للموقع وتكتب رقم التسجيل، وهذيك دقيقة كاين ناس فرحانة في الشرق وحزنانة في الغرب، وانت تكتب بين ربع حيطان وتحس 40 مليون جزائري يستنى فيك وتلقى راسب. ايه راسب تمك وش راح تقول؟ زهر ما عنديش ولا غلطوا لي في التصحيح؟ لا خويا انت كنت مقصر، وفي هذيك دقيقة تتفكر كلش، كي كنت ضيع في الوقت ولا كي كنت مع صحابك سهران وناسي الحاجات المليحة. وعلى بالي تماك ما راحش تقبل الكلام صحيح، هذاك الوقت تقول اخطوني ياك مازلني صحيح. ايه هذه هي الكلمه اللي ضيعت اغلب التلاميذ. هذيك دقيقه واعره تشوف يمك تبكي وبابك دخل للدار مدي قوتي، واعره كي تسمع الجيران يزغرتو وتحاكم راسك وتقول علاه واش خصني باش ننجح ونقرا. هذاك النهار تقدر تكون اسعد رجل في العالم ولا تكون انسان مثير للشفاقه. يا خويا رانا كيف انا تين عندي باك وكي نحكم الكراس تجيني فشله ونبدا نقول كي نقرا واش راح ندير في حياتي. بصح غير خممت عقلي قلت علاه ما نفرحش يما يلو كخطره في حياتي، لخاطش كاين الناس راهي تستنى بدقيقه تاع الطور ديالي. انا ما فهمتش هذه الدرجه الناس تحب تستشفى فيا. الجار اللي جامي سقسى عليا هذاك النهار راح يسقسي عليا، وصاحبي اللي على ما هدرش معايا هذاك النهار تلقاه هو الاول حدايا. تي كيف تحطم جميع واحد حبي يحطمك وما خلكش تبني حياتك بالحلال. بلا ما ننساو اللي خرج من القرايه وراه يعاني في الزنقه باش يجيب لقمه الحلال. صعيبه تخرج ميكانيسيا ولا طولي ولا حمال، مع كل احتراماتي لجميع المهن بصح والله غير يا خوتي ما راهي خدمه تاع مستقبل. والله غير كرهت وراني حاب نخرج من هذه البلاد ونخليها للطلبه والجهال. كي نشوف خوتي بالدبلوم والبحر تحلي الدمعه ونحب نرحل. بصح قبل ما نخرج نتفكر باللي في بلادي ما درت والو، كيف حبيتني في بلاد الناس نلقى الحل. انت اقرا باش تضمن خدمه اللي ما فيهاش الرخص والذل. نسقسيك خويا انت من هذوك الناس اللي خايفين من الباك ولا من الناس اللي فاقدين الامل؟ نقول لك برك احذف من مخك كلمه راحه وشوف للهدف تاعك وبلا كاسل وبدا الخدمه، اقرا حتى تنجح وما ترحمش نفسك وباذن الله تكون من الناجحين وتلقى الحل. نصيحة الأخرى أخويا العزيز، دير زوجتك من واحد خوك، أنت هو اللي تحدد المستقبل تاعك، ماشي اللي يجي يلعب لك بعقلك ويحشيها لك، دير الباك والنجاح في بالك، ونحي الكسل والرقاد من راسك. على بالي باللي واعرف هذه الدنيا اللعبة، بصح أنا وأنت قادر نبدلو شوية من هذه البلاد الكذابة. ومع الأخر، على بالي باللي راح تنجح،
وتجيب الباك وتفرح زوج اللي هما أغلى ناس في هذه الكرة الأرضية. بو خاوتي مع الاخر نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الخدمه المتواضعه، وان شاء الله نكون في حسن ظن بودكاست عربية. وبلا ما ننسى خاوتي اذا تاهلت بارطاجوا الفيديو هذه الماكسيموم، واعطيني رايكم في التعليقات، وبلا ما تنسوا ديروا لي جيم على الفيديو هذه للتشجيع. هيا سلام، بيس.